اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره. ما اعرفش كل مره يسعدني، مفيش مره يضايقني. كابتن احمد عيد عبد الملك، انت لما تشوفني لازم تضحك وتبقى مبسوط عادي. طبعا طبعا، اللي يشوفك لازم يبقى مبسوط، خصوصا والاهلي دايس كده. نورنا كابتن احمد حبيبي. استاذ بليغ ابو عيد زميلنا العزيز، اهلا بك يا استاذ محمد. عامل ايه؟ احنا اللي يسعدنا وجودنا معاك. انا والله بقلق من وجودكم انتوا الاثنين مع بعض. انت عارف ان بليغ ما بيبقاش ناعم كده غير معاك، انت بتعمل ايه؟ ولا اي حاجه. يعني مثلا لو سيد معوض قاعد، يعني ما بجيب سيره، لو سيد معوض قاعد، بص لو سيد معوض ما بجيبش سيره العجل اللي عليه. هتكلم على الحوار اللي كان في الفاصل. لا، من انا اقول لك انا راهنه بدفع لما يدفع غرامه الكهرباء. انا لا، انا هتكلم على الحوار التاني. احنا بنفاوض. يعني انت بتيجي بص، لو سيد معوض قاعد زمانه متعفرت، لو كان قاعد، لو احمد الخضري كان زمانه متعفرت، حتى عبد الجليل. تفهمش انت لما بتقعد، احنا عشره اصل من 2005. لم بقى لم من 2005. طب هو كلهم عشره. كنت صعب اروح اعمل حوارات مع حد في الصحافه والحاجات دي، رحت له لحد يا راجل. طب انت عشان تخلص. لا، الكابتن احمد طول عمره راجل بصراحه وجدع، يعني بليغ طبعا من الصحفيين الشطار المميزين بصراحه جدا يعني. طيب عيد، انا شايف النهارده في ايجابيات كتير، يعني انا مش مع الناس شويه. ما هو الناس لما بتيجي تقيم مباراه الزمالك وحرس الحدود بتسترجع على طول الماضي الاخير. يعني يقول لك لسه، والاداء واللعيبه، وما اقدرش احكم، وبرده ابراهيم انا يعني انا بشوف برده لسه الكلام سلبي، ورغم ده انتصار تاني، لان انت في مرحله في الزمالك مش مرحله البحث عن بطولات بقدر ما مرحله البحث عن استقرار. تمام. فكل نقطه ايجابيه تؤدي لاستقرار انا بشوفها ميزه. يعني لما اقول مثلا تغيير مركز ابراهيم نضاي فيؤدي جيد، ما شفناهوش 10 ماتشات ورا بعض كده، بس اهو نوع من الحافز المعنوي الجيد للاعب وللفرقه. تمام. لما لاعب الغاني اتنين مكانه في نص الملعب ويبقى جيد، انا بقول ده برضو نوع من انك تكسب 6 نقاط في ماتشين، لو تكسب ماتشين ورا بعض مع كابتن مدحت عبد الهادي اللي هيبقى بعد كده مع المدرب، فاكيد كابتن مدحت اشتغل على العمل النفسي كتير واشتغل مع اللعيبه بشكل او باخر. هل انت معايا في ان في نقاط ايجابيه من الفوز النهارده كتير؟ كتير جدا. يعني وجهه نظر ان النقاط الايجابيه كتير جدا اكتر من، انا شايف ان الحاجات السلبيه ان بعض اللعيبه مش في مستواها، يعني وده طبيعي، وده يجي بالماتشات، ده طبيعي بالماتشات، او ناس مجهده مثلا زي زيزو. واحد مجهد فوق له، يعني اكتر لعيب لعب ماتشات في الدوري المصري اخر 3 سنين في الدوري ومع المنتخب دولي ومريحش، زيزو كمان بقى اساسي منتخب. يعني حتى ما كانش اساسي منتخب. ايوه، ما بقول لك كان بيلعب، منتخب بيلعب، بيلعب 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 كان صلاح طول. بيلعب في الوقت هو الراجل بقى بيتور يلعب نص ملعب فبقى كمان بيلعب منتخب. تمام. فهو بيلعب هنا وبيلعب هنا. فلازم، انا وجهه نظري زيزو من الناس اللي لازم يريح ماتش او اتنين كمان، بس المشكله الظروف اللي فيها الفرقه او على الاقل في الماتش لو هو انت كسبان ومريح تسحبه بعد. يعني مثلا النهارده، كان لحد مثلا الدقيقه 70 ولا حاجه، طلعوا اخر 3 ساعه ما فيش مشكله ويأدي. والناس اللي موجوده على الاقل تكتسب لياقه ماتشات. هو ابراهيم ونضاي ادى النهارده احسن من قبل كده، واكتف على هو اقرب واحد بيلعب على الجول في المكان ده، اما لعب في المكان اللي هو تحت ناصر ده بيلعب شادو سترايكر. بس هو الناس كلها بتتكلم ان هو بيلعب جناح، هو جناح النهارده اول مره نشوفه بيلعب في الحته دي. فده هو احنا اول مره نشوفه دلوقتي، بس هو لعبها كتير قبل كده، ولعبها معايا انا شخصيا في دجله، في وادي دجله لعبها، ولعب راس حرب، لعب تحت راس الحربه. ولعب راس حربه. تمام. فكان بيلعبها الحته دي، يعني هو بيلعب في كل الاماكن دي، هو يعني ميزته اللي هو او بلاي ميكر، ميزته اللي هو بيبقى قريب للجون على طول، بيروح للجون كتير. ان هو بدنيا كويس، بدنيا يعني احسن من قبل كده، بس ما وصلش للفورمه اللي هي ال 100% طبعا، بس عنده مهارات برضه. ما وصلش للفورمه 100%. وانا النهارده طبعا يعني ايه، بعض اللعيبه فورمه ايه، ما هو 3-4 ماتشات اللي لعبهم من اول ما. ايوه، ما هو ما وصلش للفورمه لسه، محتاج. ما هو كان بدا مع الزمالك بشكل كويس، انا بوجهه نظري اللي هو بدا بشكل كويس في في افريقيا في الدور ال 64، وبدا بعد كده اتصاب. ماتش لوسيل الراجل اداله، ايوه ما هو كان نزل ولعب، بس اتصاب قبل ما الدوري يبدا، دي مشكله قعد فتره طويله. يعني انت شايف ان دي نقطه ايجابيه ابراهيم نضاي النهارده؟ نقطه ايجابيه النهارده، وشايف المكان ده بالحج نزل سجل، نقطه ايجابيه الراجل بيشوفه. استمرار ناصر منسي في التسجيل. لا، ناصر انا اتكلمت عليه، قلت فيرويد، كابتن عفت قال فيرويد كويس جدا، بس مش هو الفورورد الاساسي للزمالك. لا، هو يعني هو في الناس اللي موجوده دلوقتي هو فيرويد الاساسي. لا، ما قال لك في الموجود، قال لك بس ده لا يعني ان الزمالك مش محتاج فيرويد اجنبي قوي في الموسم الجديد. ايوه، ما ده طبيعي. يعني قال لك يبقى ما ترتكنش
يعني نسيف الجزيري وناصر منسي خلاص كده انت تمام. لا انت انت عايز انت عايز الهيئه والستايل بتاع ناصر منسي في ال18 اللي بيجي له ويخلص يعني من نص فرصه بيجيب جول. ناصر من اللعيبه الفراوده الهدافين، وكمان الميزه اللي عنده اللي هو شرس قوي، شرس كمان يعني في كل الكور في الالتحامات ياخد محطه كويسه، بيعرف يوجه اللعب والحاجات ديت. سوء اداؤه اقرب لبرده سيف الجزيري بيلعب بنفس الطريقه. هو سيف ممكن يبقى متحرك اكتر، عنده سرعه اكتر، بس هو ناصر انا يعني عذره في حته اللي هو الجاهزيه الفتره اللي قعدها ما بين كلام بدنيا الجاهزيه البدنيه ما بين ساب البنك الاهلي وراح الزمالك لغايه ما لعب، الفتره اللي قعد فيها واخد شهر في القيد. ما انا بقول لك قعد الفتره ديت ما بيلعبش، فديت اثرت عليه بدنيا. يعني انت تقدر تقول النقاط الايجابيه كتير، النقاط الايجابيه كتير، 6 بونت ورا بعض كمان، ثقه كبيره للجهاز اللي موجود اللي جه اشتغل، اللي هيعاون بقى الراجل الجديد، اللي هيعاون الجهاز الجديد طبعا كابتن عبد الواحد مدير كوره والجهاز الفني كابتن مدحت كابتن احمد مجدي وبتتكلم في برضه كابتن عبد المنصف الماتشين ما دخلش جوان في نادي الزمالك في الماتشين ديت بقى لها فتره ما حصلتش، برضه السنه دي كان يعني ماتشات كتير بتستقبل وبعدين ممكن تكسب ممكن تتعادل ممكن تخسر، فدي برضه نقطه. بس برضه يعني الماتشين برضه مع البنك الاهلي ومع حرس الحدود برضو أندية مؤخرة يعني. لا أنا ممكن أتكلم على الحرس مش يعني أحسن حاجة، لكن البنك الأهلي فرقة قوية جدا يعني. يعني أقصد عشان أحكم على إنه ما دخلش في الزمالك أجوان، ممكن لو بيلعب بقى بيراميدز فيوتشر الأهلي الإسماعيلي الأندية اللي هي على المرمى اللي بتبقى لها خطورة ممكن معاك، بس ديت الحاجات ديت بتعلي الثقة، كل ما بتكسب ماتش مجرد إن أنت خارج ما جاش فيك جول حتى مع مين طبعا بيعلي الثقة بالنسبة لك ويديك أرقام كويسة. إخوان كارلوس كان موجود في المدرج النهاردة، تمام ليك اي تعليق على انطباعاته هو الشخصيه؟ انا وصلك اي حاجه لان الراجل واصل امبارح؟ انا قلت لك المره اللي فاتت لما اتفرج على الماتش كان اشاد بناصر منسي، وكان يعني شاف ان هو زيزو كان اتفرج على الفيديوهات كان افضل من اللي شافه. النهارده الراجل تواجد ان هو شاف الماتش اللي هو كان اخر ماتش شافه قدام البنك الاهلي، لا حاسس ان هو في ايجابيه اكتر، في روح يعني ايا كان، حتى في تحفظ على بعض الاداء الفني المستوى البدني، حتى على ناصر منسي النهارده برضه هو اتكلم ان هو لاعب جيد لكن محتاج شغل سواء في السرعات او حاسس ان هو برضه ايه يعني محتاج سرعه اكتر من كده، يعني حاسس ان هو اداؤه يعني ايه بطيء شويه. لا انطباعه العام على الفريق، لا النهارده هو بالنسبه للماتش اللي فات هو حاسس النهارده انه اداء جيد. الحاجه الثانيه يا استاذ محمد، شيء طبيعي ان انت النهارده لما تدخل على فريق اول حاجه انت بتتكلم ان هو فريق مثلا منهار محتاج تبني ثقه وعامل نفسي، لا خلاص ده تحقق يعني، لانه النهارده انا شايف انه اكتر من دستة ايجابيات النهارده تحققت من الزمالك ابرزها اكتر من دستة ايجابيات النهارده 12 ايجابيه يعني. طب يلا عدهم لي عدهم لك. اول حاجه واهم حاجه من وجهه نظري الاستقرار. طيب النهارده استقرار ان هو الاستقرار ان هو نادي الزمالك ان هو لعيبه فنيا ممكن تأدي، لكن اوفر لها جو الاستقرار. الجو اللي كان بيحصل في غرفه خلع الملابس، الصراع اللعيبه مش عارف مين هو المدرب بتاعه الحاجات التانيه. تاني حاجه النهارده فتوح واغلاق ملف النهارده فكره ان هو خلاص مش هيمشي، ان هو بيواصل المشاركه فخلاص ولا والرساله اللي وصلها ان هو برده الراجل من خلال برده السوشيال ميديا ان انا مكمل، والنهارده ظهر ان هو يعني خلاص يعني ايه في استقرار حصل. اذا كان هذا الكلام صحيح عشان نبقى منطقيين على فتوح التجديد والتمديد اصل مش كلام، لا ولا يا كابتن محمد هو ما بتجيش ما بتجيش من الماتش، هو دلوقتي الفتره اللي فاتت كل اللي كلامه انت دلوقتي فتوح قال او اظهر على السوشيال ميديا ابدا ان هو ممكن يكمل مع نادي الزمالك، هذا الابداء يليه ايه؟ خطوه ايجابيه ان انت تفتح خط مع الاداره وتعلن استعدادك لتمديد العقد، تعال نقعد بقى نشوف هنمدد ازاي، صح كده؟ انا بقول لك ده لو انت فعلا ما يبقاش مجرد كلام لتهدئه الجمهور، لا. انت فعلا نادي الزمالك محتاج، فانا دايما بقول كده معلش انا اسف للمقاطعه، نادي الزمالك عنده لعيبه متبقيه هم اعمده الفريق دلوقتي، فتوح ما فيش هزار لازم يمدد، زيزو ما فيش هزار، الونش ما فيش هزار، حتى صبحي او عواد حتى المسلوسي يوسف ما اقصدش انا بتكلم على الاعمده دي اعمده، ففتوح فعلا محدش يقدر ينكر انه زملكاوي، محدش يقدر ينكر حصل خطا، محدش بص نروح نيجي نفزفلت الكلام نحل الكلام نوحش الكلام، حصل معاه خطا وازمه بعد كده تاني حصل كل ده يتفتح بقى الصفحه الجديده وكل الناس تقعد وتنهي ازمه احمد فتوح بدا. انا بقول لك انا بس عشان احمد فتوح ده انا عاوز اركز عليه خلاص، طب بس دي بس احمد فتوح خلاص بموقفه بالنسبه للزمالك الامور بدات، هو راجل كان الاول قافل تمام فكره التجديد، رحب تاكيد الكلام رحب بالتجديد وراجل مستعد ان هو يجدد.
حسام عبد المجيد اللي احنا كنا بنتكلم على الفتره اللي فاتت ومركزه وتواجده ان هو يعني مش جنب الونش النهارده. حسام عبد المجيد بياخد احسن لاعب في المباراه، فحسام عبد المجيد بدا النهارده يظهر بصوره جيده. الصفقات النهارده اثنين من الصفقات الجديده اللي هم كانوا السبب النهارده في اسعاد الزمالك، ناصر منسي، والراجل خلاص يعني بدا خلاص الناس تثق فيه، مشاركه بالحاج النهارده وعوده جول وصفقه حتى لو هو بالحاج لسه ما ظهرش المستوى المطلوب، بس مجرد انه جاب جول ده طبعا بدا في الناحيه النهائيه حتى فكره ثلاثه بليغ الصفقه. لا ده احنا كده اربعه او خمسه ماشي. طبعا بعد كده في حاجه؟ لا انا معاك يا ريس، انا هقول لك اهو. طبعا النهارده دعيت في خمسه، ده لسه دعيت في خمسه. لا ما عطلتش برضك النهارده في كان اللي هو طب انا اقول لك انا بقى الاداء مش لا استنى بس انا هكمل انا هكملهم لك انا ساعدك، احنا صحفيين زي بعض والله عارف لهم ده احنا كاتبهم ده انا كاتبهم يعني انا ما تزني انت تساعدني يا باشا، انا مش مزنوق، انا لو مزنوق هقول لك. النهارده انا شايف برضو دونجا رغم ان هو النهارده اقل ماتش فيه تمريرات خاطئه، عجبني الشوط الثاني اقل تمريرات خاطئه النهارده. لا ما بقول اقل تمريرات خاطئه يعني الميس باص عنده قليل، هو الشوط الاولاني عمل ميس باص كتير بس الصراحه، الشوط الثاني انا كنت بعدله هو قصدي يقول ان الميس باص قليل المره دي، بدا النهارده اقل من اي ماتش فات يعني اقل من الماتشات اللي فاتت. بدا دونجا برضو النهارده لو بدا يكمل على المستوى اللي ظهر بيه في الشوط الثاني هيبقى شيء ايجابي. الكابتن برضه من الايجابيات النهارده الكابتن مدحت الشوط الثاني في الماتش اللي فات كنت تحس ان هو مش يعني خايف برضه شويه من الاداء، النهارده لا تحس انه في ثقه، في توجيه من اللعيبه، في حصل استقرار. النهارده الكلام اللي كان بيتقال على الكابتن عبد الواحد السيد والكابتن عبد المنصف ان هو مثلا ما فيش توافق، النهارده شفنا الاثنين على دكه البدلاء. ده بقول لازم اشوف 10 ماتشات. لا انا بقول لك انا بقول لك على الانطباع الثاني الانطباعات ماشي. انا اقول لك اجابات ثانيه انه تغيير مركز عبد الغني النهارده المره الثانيه على التوالي بيثبت انه كان قرار فني سليم من كابتن عبد الغني. ولسه برضه انا بتكلم عن النضاي اللي هو النقطه اللي اتكلم فيها الكابتن احمد. انا اقول لك نقطه الجمهور وسعاده الثقه في استمرار غياب الناس المقصره الفتره اللي فاتت ميزه بس انا بقى بمناسبه الغياب هنخش في شيكابالا. واضح ان في حاجه، هل في قرار يعني وانا بقولش حاجه يعني انا الناس بدات كلها تتكلم في القصه دي، هل في قرار الاداره واخداه انه شيكابالا خلاص اخر سنه ليه فعلا زي ما الكلام بيتقال ولا لا؟ انا لحد دلوقتي دي حاجه مش واضحه لي او ما عنديش معلومه في الحته ديت، لكن مش عارف. اللي انا عارفه ان هو الموضوع اسباب فنيه يعني القرار مش جاهز متخد فنيا القرار متخذ فنيا من الماتش اللي قبل اللي فات. حتى الماتش اللي فات ما شاركش ما نزلش، كان موجود على الدكه الماتش اللي قبل 18 الماتش اللي قبله كان ماتش الزمالك تقريبا خسر فيه ماتش المصري، نزل فتره قليله شيكا نزل فتره قليله، اتقال اللي هو مش جاهز بدنيا وبتاع طب هل مش باين حاجه انا معاك بس هل افضل للزمالك انه يكمل شيكا؟ بص هو على حسب رؤية الراجل ايه. احنا كنا بنتكلم الكلام ده من السنة اللي فاتت قبل الدوري اللي الزمالك خده السنة اللي أنا فاتت، انا اقول رأيي خدك في الاخر. كنا بنتكلم بنقول هل الراجل هيعرف يتعامل مع شيكابالا انا كنت متوقع لا وانا كنت متوقع قلت لك هيمشي بشكل كويس مع وانا بنيت انطباع على فيريرا من المرة اللي قبليها يعني هو كان وتعرف مدربين جان برتغاليين بالذات لما بيلاقوا حد سوبر قوي تمام فبيقلقوا من القصه دي. ده حقيقة. انت قلت لي انه هيعرف يتكافئ وحصل انا بقى يعني انا مشكله مش عارف الراجل هو دماغه عشان ما اتعاملتش معاه. انا كنت باني لك ده على الاساس اللي هو بتاع الراجل انا اتعاملت معاه مع فيريرا وعارف اللي هو كان هيمشي واتعاملت مع شيكابالا نفسه وعارف ان شيكابالا الفتره اللي فاتت كان ملتزم. انت رايي الفني ايه؟ انت عادي انا رايي الفني ان هو يعني السنه الجايه السيزون الجاي مش هيكمل يعني اخر سيزون اللي في الزمالك ممكن بليغ رايك انت ايه؟ انا لشيكابالا ان استريح خلاص شيكابالا الراجل اسعد انا بتكلم بس انا بتكلم بس عشان الكلام ما يتاخدش انا بقول رايي مخالف انا بتكلم انا بتكلم بس تكمله كلامي انا بقول وجهه نظر الناس في النادي مش وجهه نظر انا الفنيه. لا انا عايز وجهه نظرك انت. لا انا وجهه نظري ان شيكابالا ممكن يدي كمان سنه يعني ممكن يدي كمان سنه. انا شايف انا بقول انا لشيكابالا ان استريح. الفتره اللي فاتت شيكابالا ظهر بمستوى طيب لكن سنه الحياه الكابتن حازم امام في سنه برضه من السنين كان يعني حاسس ان هو ممكن يأدي شويه
لحد ما الجمهور قال لحازم كفايه وحازم استجاب. فانا اخشى ان هو جمهور نادي الزمالك بكل محبته لشيكابالا ان هو يقول له كفايه. شيكابالا الفتره اللي فاتت استبعاده الفتره اللي فاتت زي ما قال الكابتن احمد لو كان حتى الاسباب فنيه. فاعتقد ان كابتن شيكابالا الافضل ليه الفتره اللي جايه التواجد داخل الفريق لكن في منصب اداري او مدرب مساعد وليس الاستمرار كلاعب. انا رايي ان شيكابالا ده لازم يشتغل سنه كمان. ليه؟ اذا انت حابب تبني الزمالك ما فيهوش ايقونه الا شيكابالا. في لعيبه كبيره ما انا هقول في لا بس زيزو مش ايقونه. يعني ايقونه يعني اقصد طبعا زيزو جماهيري لكن هو جوه الملعب زيزو شيكابالا بره الملعب وجوه الملعب نجم وبيلم اللعيبه وليد ادوار كتيره جدا. زيزو لعيب عملي يعني وانا بتكلم غلط معاك والونش نفس الكلام. انما شيكا اذا كان الزمالك فعلا عايز يبني فرقه لسنه كمان واعتقد مع الراجل ده اصل الراجل ده مدرب زي ما انا بسمع كده واثق من نفسه جدا مر المنتخبات لعب كاس عالم فهو راجل يعني مش فارق معاه هيقعد يعني حتى لما قالوا له هنجيب لك جهاز مصري الراجل يعني ما عملش زي بعض المدربين قال لك لا او ناس ورجالته ما عملش كده. هو راجل واضح انه واثق من نفسه جدا وعارف انه ازاي هيفرض شخصيته على الفرقه مهما كان مين الجهاز. فده نقطه ايجابيه برضو للراجل هيعرف يتعامل شكله يعني كده. فوجود لعيب زي شيكابالا انا بعتبر ان هو ممكن ياخد نص المسافه مع الراجل ده مع اللعيبه لو كسبوا الراجل ده بشكل كويس. شيكا في الاخر مهما تجيب لعيبه يا بليغ مين ما هو شيكا برضه ما هو واحد من 25 ما قايمه فيها 25 لعيب ولا ايه؟ فواحد من خمسه ده ايقونه. ماشي برضه شيكابالا كان بيصنع الفرق في فترات طويله ودور زي كده سيبك من الفرق خلي بالك مع الاخر شيكابالا لحد الدوري الزمالك خد حازم امام لحد الدوري الزمالك خد كان الدور الاولاني السنه دي في دور في البنى وانت بتبني برضه في منصب اداري يا محمد وانت بتبني يعني احمد انت لعبت لغايه سن كام؟ 39 اخر سنتين ليك اكيد انت كان ليك ادوار كتير بجانب الملعب ده حقيقه يعني المدربين كانت بتعتمد عليك اخر موسمين اشتغلتهم رحت ثلاث فرق منهم المصري كابتن حسام حسن طبعا كابتن حسام حسن بتاريخه كمدرب وكلعيب كان جايبني عشان الخبرات الافريقيه ومش شرط الكلام كان معايا مش شرط اللي انت تلعب الماتشات كلها وانا كنت متفاهم ده وانا عندي 37 سنه. السنه اللي بعديها نادي الجونه كان بيكون فرقه جديده كان صاعد للدوري الممتاز وكان جايبني ككابتن فرقه جايبني كابتن للنادي عشان تبقى انت ليك انا أدوار. وجده واحمد سعيد اوكا جايب ثلاثه لعيبه كبار يبقوا موجودين عشان نبقى قافلين الدنيا مش عشان تلعب ال 23 مباراه مش عشان العب الماتشات كلها ودي حقيقه وانا كنت متفاهم ده وشيكا الفتره اللي فاتت كان متفاهم ده مع الراجل بس عارف ما ده مش مع يمكن انت ما كملتش مثلا في الزمالك عارف لو انت عارف يعني شيكابالا لو انا شايف ان هو الدور اللي انت موجود فيه يبقى على الدكه هوافقك مش داخل الملعب عارف امتى؟ لو الزمالك كان كامل متكامل بيكسب ومستمر فرقه جاهزه بس اذا كنت انت في هذا الفريق كلنا متفقين على ان الزمالك محتاج تغيير وتعديل في الـ في الـ في الشكل الفني وفي اللعيبه وهيجيب صفقات ولازم الناس تمشي مش حد مختلف على ده في الموسم الجديد فلازم يبقى في لعيب زي شيكابالا في الفرقه ده رايي يعني هيبقى من الاخطاء اللي انا في رايي ان شيكابالا الا لو في الكواليس ما لا نعرفه ما هو ده اللي انا بقول لك عليه وانا اللي كلمتك عليه ان هو الا بقى لو في ممكن الكواليس يكون او القرار متاخد من النادي نفسه يعني طب يعني مثلا ابراهيموفيتش في ميلان هو ايه دوره ابراهيموفيتش بيلعب كل الماتشات ما لعبش كتير بس هو ايقونه جوه الفرقه وبتبني حوالين الفرقه ده قصدي هات كده النموذج ده اصل انت مش هتلاقي شيكابالا كتير في التاريخ حتى ما هو شيكابالا من سنتين برضك يعني عشان حضرتك المعلومه بتتكلم فيها شيكابالا متواجد من سنتين في الزمالك عشان الهدف ده بيأدي بس على فترات متباعده طب ودوره كان متبعدة. ايه ايجابي ولا سلبي لا ايجابي طبعا طبعا ايجابي بس خلاص مع فيريرا ده احد اسباب فوز الزمالك بالدوري السنه بقولك ورا بعض السنه اللي فاتت واللي قبليها مع كارتيرون ثم السنه اللي فاتت انا بتكلم معاك انا بقيت كلامك انه الدور اللي انت بتتكلم فيه ده قام بيه شيكابالا في السنتين اللي فاتت بس كده يعني هتبني تاني يا محمد يا استاذ محمد هي سنه الحياه خلاص يعني ما سنه الحياه بس انت فجاه هديت انت كنت ماشي باني فجاه تك مشيت خمسه سته سبعه من الاساسيين جبت الناس مش على قدر الزمالك فهتضطر تبني من جديد دلوقتي السنه دي مع مدرب بالشخصيه دي انا على فكره الراجل ده شايفه مدرب كويس هو طبعا مدرب كويس انا مشفتوش في الملعب طبعا لكن من السي في وعندي احساس ان هو مدرب كويس طب انا اقول لك حاجه يا استاذ محمد انا يعني من لعيبه نادي الزمالك والاستقرار زي ما قلت لك النقطه الايجابيه دي لو اتبنى على الفريق ده وتعاد تنظيمه الزمالك مش هيحتاج لعيبه كتير لا
مش هيحتاج لعيبه كتير. لا الزمالك محتاج لعيبه كتير. لو اسمع لو حضرتك الراجل ده محتاج محترفين، الراجل ده قعد ما المحترفين دول ما فيش نقاش فيهم. لو الراجل ده قعد توظيف بعض اللعيبه، طب ما نتكلم يا استاذ محمد، ما نتكلم بالمراكز. ما هكلمك قول لي لو المسلوسي مش موجود مين هيلعب مراكز؟ خد بالك الراجل ده محتاج. خلي بالك النهارده برضو من الايجابيات ان انت النهارده خدت ثقه في نفسك، يعني عوده الفوز ايا كان المستوى الفرق زي كده. فانت النهارده الناس بدات تفكر في السوبر. يعني الزمالك النهارده اللي هو كان متضايق خوف النهارده الزمالك هو بدأ يفكر في السوبر. هو في السوبر لو الاهلي هيلاعب البنك الاهلي في السوبر، ما البنك الاهلي هيفكر في اللقب. لا جمهور الزمالك الفترة دي لقب المباراة. جمهور الزمالك كان حاس باحباط لما بدا يحس انه في رجل بدات زي كده. الراجل بدا يفكر في السوبر، مش هيحتاج لعيبه ممكن يملى. لا يا استاذ محمد يقول ان هو الزمالك لو ركز على اللعيبه الموجوده هيبقى افضل. زي ما يقول كابتن احمد مفيش خلاف على انه محترفين، لكن انت عندك لو بصيت لخط الظهر مثلا فتوح الونش حساب عبد المجيد، عندك بعد كده شبانه في المسلوسي، عندك لو دونجا تألق في مستواه هيبقى في نص الملعب متميز، زيزو مصطفى شلبي نصر منسي. انت محتاج بس اللي هو الافارقه، ان هو اعاده نظر في اللعيبه الافارقه وتدعيم بعض المراكز، خاصه ان هو في الدوري بينه وبين حضرتك دلوقتي مفيش اللاعب السوبر المميز اللي يصنع الفرق لنادي الزمالك او النادي الاهلي. هو الكلام كله على الافارقه، الافارقه المميزين هم القادرين على صناعه الفرق سواء في الاهلي او في الزمالك. انت موافق؟ الزمالك عايز 2 باك رايت، عايز سيرد باك كمان، وعايز 3 في نص الملعب غير اللعبة اللي موجودة، 3 لعبة في نص ملعب يبقوا أشرس من كده وعندهم مهام أكبر من كده، وعايز ونجين جامدين جدا وراس حربة كمان. طب انت بتتكلم في كم مليون يا كابتن أحمد ده؟ كم مليون؟ وبرضك انت لازم ترى السنة دي الظروف المالية اللي بيمر فيها الأهلي أو الزمالك. ان انت فكرة تجيب ان انت 10 و12 لاعب زي الزمالك السنه دي جاب خلاص جاب بس مليون. خلاص استنزف في اغلب مرة. طب انا اقول لك حاجه، امام عاشور ايه اللي حصل معاه؟ امام عاشور راجل لا كان في فتح الاهلي، لما الاهلي حس ان هو امام عاشور ان هو جايز تبن او يتحط على يعني على الويتنج ليست انتظارا لموقف الاهلي مع ديانج، الراجل قال لك لا خلاص انا مين يعني مين؟ امام عاشور. فمفيش في الاهلي هو اللي دخل قصه امام عاشور. انا بحكي لك على اللعيبه، على اللعيبه انا بحكي لك على عم على الصفقات. يعني في لعيبه مثلا زي لما امام عاشور كان قال جاي الاهلي واتكلموا فيه الأول لما هو شعر ان هو قالوا له طب استنى احنا معاك بس لما نخلص في ديانج ونشوفه، فهو لما حس انه هيبقى استبن او على الويتنج ليست ليه قال لك لا خلاص انا مش موجود، والراجل نزل لوجو الزمالك تاني. انا عايز اتكلم على السعر بتاع اللعيبه ويتنج ليست كان محطوط في لديانج. يعني انت قصدك الفتره اللي فاتت دي لما اتكلموا معاه كان امام عاشور الاهلي اتكلم معاه بحس هننتظر لما نشوف موقف في ديانج. انا بالمعلومه رفض بقى هي بتاعتك مش عارف، هو رفض والراجل خلاص قفل موضوع الاهلي. انا وجهه نظري ان هو اصلا ما حصلش تواصل ومفيش حاجه. بقى خلينا بس نقول حاجه بعد اذنكم عشان بس ايه نتكلم كلام دقيق. امام عاشور دلوقتي متاح لاي حد. ايوه ماشي. ميتلاند قال ما عنديش مانع نبيعه. ميتلاند بيتكلم بيزنس، ممكن متاح حتى للزمالك يرجعه. الزمالك يرجع الفلوس لميتلاند ويرجعه، حصل مع محمد ابراهيم لما وداه البرتغال بعد 6 شهور رجعه. مش كده؟ تمام. بقى الزمالك غرم اكتر فوارد ووارد ان الاهلي ما اتكلمش او اتكلم النهارده يتكلم بكره يتكلم بعده يتكلم بعد شهر. وارد ان بيراميدز يتكلم بس انا استاذ محمد انا اعرف معلومه جاب مصطفى فتحي الاهلي اتكلم لكن هل امام للاهلي اتحط ويتنج ليست اليو ديانج؟ لا طبعا لا اتحط له. لا انا لو قال اذا هذا حصل ديانج كان الاهلي اذا ده حصل هذا تفكير خاطئ لان لا امام لعيب ديانج لا على اساس بيعه يا استاذ محمد انت بتتكلم على اساس المقابل المادي بتاع ديانج لما تبيعه. هو قصده يعني ديانج يتباع فبالفلوس دي مش ويتنج ليست مستني ايه؟ ان هو مش بس ان هو يعني اليو ديانج لو كمل امام هو ميتلاند اشترى امام بكام يا فندم؟ لحظه لو اتباع الا حاجه بسيطه لو هيبيعه بكام؟ بنفس السعر؟ لا على الاقل 3.5. طيب والاهلي هيبيع ديانج بكام يا استاذ محمد؟ لحظه بس اذا بعد الاهلي يا استاذ محمد ديانج هيبيعه بكام؟ افرض بعد ديانج بخمسه. هو دلوقتي ديانج يبقى الاهلي كسبان 1.5 مليون وخد لاعب بنفس المستوى بتاع ديانج. السنه دي هيجيب 5، السنه اللي فاتت كان يجيب. انا معاك السنه فاتت كان يجيب طبعا. السنه دي يجيب 5 هذا اللي انا بتكلم في تركيا ممكن يا لا يا اعتقد يا لا كمان تركيا يا كابتن لا. انا بقول لك دلوقتي لو الاهلي جاب ب 3.5 وبعد ديانج ب 5
يبقى الاهلي جاب لعيب بنفس المستوى وكسبان دخل خزينته هي القصه اصلا مليون. لكن دلوقتي لكن لو ديانج ما اتباعش او الاهلي ما جابش كده مش هي اتعملت من وحي من وحي خيال الاعلام بس قصه امام عاشور وحي خيال لا 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 والله من وحي خيال لا 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 من وحي خيال الاعلام وانا قاعد ده من تاني يوم انت بتتكلم على الاعلام هذا الراجل اللي تاني يوم امام مشي قالوا لك اصل الاهلي والناس طالعه في الموضوع. طب انا هسالك سؤال هو امام هيروح الاهلي ولا مش هيروح الاهلي؟ طب وماله بس هو متاح الاهلي ولا انا اسالك سؤال ايوه ما هو متاح كام خبر نشر الناس عماله تبيع يا فندم الجمهور هو كام خبر نشر على ميسي كام خبر بيتكلم على موليكا بقاله ست سنين طب يا عيد كابتن احمد روح الاهلي كابتن احمد عيد كام خبر نشر على انتقال ميسي للنادي الفلاني؟ اه مفيش حاجه لا كام خبر نشر في الاعلام؟ الاعلام طول الوقت في العالم كله بيجتهد وبيبني اجتهاده على ايه؟ ميسي عقده بينتهي السنه ده باريس سان جيرمان هو مع ان باريس ما اعلنش التجديد تقدر تقول هيروح السعوديه تقدر تقول راح امريكا يعني في نادي في امريكا قال لك ده احنا هنقعد شراكه كل انديه امريكا تقعد تشترك وتدفع فلوس لميسي قد كده عشان يجي يلعب في اي نادي فينا عشان يرفع القيمه التسويقيه للدوري الامريكي يعني قال لك ما عندناش مانع لو دفعنا له في السنه 200 مليون 300 مليون دولار في مقابل ان القيمه التسويقيه للدوري الامريكي قبل كاس العالم عندهم 26 دي فكره تمام كل دي اجتهادات اعلام لان ميسي ما جد فامام عاشور وبان ميتلاند قال ما فيش مانع ان هو ممكن يبيعه فالاعلام بيجتهد أيوة. لكن السؤال بقى اللي انا مش ده انا بتكلم مش على مش ده على كلام انا بتكلم مش دي اللي انا هعلق في كلام بليغ على النقطه دي انا هعلق على النقطه ان يبقى امام هو البديل الويتنج لاليو ديانج هل امام اقل من اليو ديانج لا يا ولا محمد. علي طب لحظه انا بس اتفهم فني ما حضرتك يا عم ما افهم بس انا اقصد ايه ما يا عم فاهم الاهلي الناحيه الماليه انا بحكي مش على الناحيه الفنيه على الناحيه الماليه وضحت. لو الاهلي ما باعش ديانج لو ما باعش لو باع بخمسه يبقى يعني عنده فرصه يشتري يا محمد لو الاهلي ما باعش ديانج هيقدر يجيب امام عاشور لا واضح انا معاك انا معاك لكن انا ما احنا قعدنا كتير نقول الزمالك ورمضان صبح جه قعدنا الدين نقول عبد الله سعيد والزمالك جه ده في الاخر اجتهاد وفي كلام بيحصل رايح جاي طول الوقت اي لعيبه واي انديه كبيره كده لكن السؤال مين احسن يعني لو انت في الاهلي وعندك تقييم بالاثنين دول مين يكون اكثر ايجابيه للاهلي اليو ديانج ولا امام عاشور على الموسمين اللي فاتوا على الاربع اليو ديانج مع الاهلي دي السنه الرابعه متهيألي ايوه ماشي ما انا بكلمك على الموسمين اللي فاتوا اخر موسمين اهم اللي امام عاشور لعبهم كاملين امام عاشور احسن لعيب خط نص في مصر على يعني السنتين اللي فاتوا لو انت اللي بتاخد القرار الفني في الاهلي طبعا تسيب اليو ديانج وتجيب امام بص هو ده شبه ده حاجه وده حاجه اولا ديانج يعني تشبع من الاهلي نفسه ديانج هو اللي مش عاوز يكمل فنيه كان فني دلوقتي انا لو وجهه نظر انا هحطهم الاثنين في نص الملعب واشتغل بيهم خط بارلي مفيش امكانيات برضه انا هرجع للنقطه اللي اتكلمت والله اشتغل بيهم خط امكانيات الاهلي ما عندوش امكانيات ماديه انا لو هلعب بديانج هلعب بيه رقم 6 رقم 6 رقم 6 دي مش بتاعتي حتى وانت عندك حمدي اه وانا عندي حمدي حتى وانت عندك مروان وعند اي حد او انا عندي حتى وانا لو انا موجود حتى لو انا موجود مش هلعب ستة هو ديانج اللي هيلعب ستة يعني انت رقم واحد في نص الملعب في الاهلي رقم ستة في مصر مش فيهاش هزار دي ما والله ما فيها يعني هو رقم واحد في مصر رقم ستة الاليو ديانج في رايك طبعا هو الثقه هربانه منه يعني مش توري ولا الكارتي ولا بوبو ولا توري ستايل اللي هو بيمسك الكرة ويلعب لكن الراجل اللي بيقطع ويجري ومجهود اعلى وبتاع هو ديانج لا ديانج طبعا يعني معناها يا عم ماشي خلاص يبقى هما لو هما عايزين يسيبوه يسيبوه لنا الزمالك هتدفع القيمه تدفع 5 مليون تاخد ديانج وتجيب امام وتدينا 2 مليون دولار ونديكوا 2 مليون دولار اصل انا اقصد ده في البورصه بخمسه اهو امريكا قال لك بخمسه اصل انا عاوز ارجعك حاجه انا بصرف في كلام بليغ لا يا فندم بص انا اقول لك حاجه يا استاذ محمد واتعرض هو اللاعب من ايام من المره فاتت لما ركز في الاحتراف ديانج مستواه قل لما هو فكر ان هو يمشي وبتاع مستواه قل بس انا بتكلم انه الانديه يا جماعه الفتره اللي جايه لا تملك فكره ان هو البيع بالشروه زي دلوقتي بيجيب 10 و12 لعيب لا الاهلي هيقدر كده ولا الزمالك هيقدر كده انت هتحتاج تركيز على 3 4 صفقات جيدين بفلوس جيبه عشان تقدر تجيب وبيتالق 2 3 و10 بتبقى لابسهم كده زي الباشا فهي مش قصه انك تجيب فلوس فلوس انت لازم تجيب اللعيب اللي يفيدك بجد ما هو احنا نفس القصه في المحترفين الكابتن احمد حسب 10 10 لعيبه يعني حسبت 10 لعيبه ايوه ما حسبتش 10 لعيبه ما انت لازم تجيب 10 لعيبه مش هيقدر الزمالك يجيب 10 لعيبه مش هيقدر ما هو جاب السنه دي 15 لعيب طب ما هلا هي لو جاب بنفس المستوى هيقعدوا برضك ايوه يعني هو بيقول احتياجه 10 10 تقال في المراكز دي بس افرض جاب 6 7 يجيب في ويقول مثلا انا بتكلم كمان على المحترفين خد بالك يا كابتن انا فاهم خد بالك انت بتتكلم برضه انت بتشتري
لعيبه عامل حسابك في فترتين انتقاليتين، عندك صيف وشتاء، تمام، فممكن اجيب 4-5 في الصيف واشتغل برضو في الشتاء على 4-5، مش لازم اجيب العشرة مرة واحدة. في امور مالية بتحكم، في برضو الكواليتي اللعيبة عندك برضو هتقدر تجيب العشرة بنفس الكواليتي اللي انت عايزه ولا لا، يعني مش قصة برضو عدد، مش كده برضو؟ يعني عايز 5 محترفين تقال، فافتح هبقي واحد من الموجودين، هبقي سيف والمسلوسي، انت معاك ده؟ برضو مش احسن حاجه المسلوسه، عشان ما فيش في الحته ديت اصلا عندك حد، وانت محتاج ومش هتجيب حد مركز واثنين اصلا، ومش هتجيب حد زي سيف بالفلوس بتاعت سيف، بالفلوس بتاعت سيف مش هتجيب حد زي وهو سيف. بس هو الولد دلوقتي متكيف مع الزمالك بس لا بس وبقاله سنة. هو بالنسبه انا بالنسبه لي انا لو هشتغل على حته المحترفين مش هجيب الخمسه، هجيب 3 محترفين اجيبهم بفلوس الخمسه. ما انا بتكلم ده على دلوقتي، يعني تمشي نضاي وتمشي سامسون لحد دلوقتي وبالحج طبعا التلاتة دول طبعًا. فانت بتتكلم على الاقل في الصيف وسيف كمان، انا بكلمك في سيف. لا سيف ما يمشيش الا لو انت عندك حد فعلا، ما انا بكلمك بقى وبفلوس لو أحسن. انا همشي سيف وامشي الاربعة دول، انا كابتن همشي لو انا حد احسن، هجيب همشي الاربعة وهجيب راس حربة وهجيب وينج. طب انا عاوز اقول لك حاجه، اسالك سؤال لحظه بس انا اسف، انا عارف من الافضل ايجابيه يا استاذ محمد ان المدير الفني، الناس كانت بتقول لك ما يكمل بموسم مصر، افضل ايجابيه ان انت جاي المدير الفني ده دلوقتي عشان هو يقدر يقيم لعيبته ويقدر يبني عليهم. انت النهارده مين كان اكتر مثال المحترف ان هو المحترف اللي ضايع اللي فلوسه اتصرفت واترمت في الارض؟ مكان بيرستاو. بيرستاو النهارده مع كولر لا ان الوضع تغير، بس في حاجة تغير تماما، وهو بدا بيظهر بشكل للأمانة جاي. هو كولر ما اقتنعش بالصفقات اللي الاهلي جايبها قبل ما هو يجي، تمام، انما وقال هو لما الاهلي اداله صلاحيه هو اللي يختار افلح في الصفقات. يعني يعني شادي حسين لما الاهلي جاب شادي حسين وجاب سافيو الثلاثه الكولر ما اقنعهمش، هو ما جابش حد غير ميسي. ميسي وشادي وسافيو دول هو الاهلي جابهم قبل ما كولر يستلم، فالراجل ما اقتنعش. انما لما هو بقى جاب مروان وهو جاب قندوسي وهو جاب الكام صفقه اللي جابهم، بس راس الحربه لحد الان ما جاش، احنا كنا بنتكلم عن نقطه راس الحربه، هو الراجل بيقول لك انا عايز راس حربه لغايه دلوقتي. فاذا مدرب الزمالك برضو اللي جاي ده لازم هو اللي يبقى متحكم طبعا، ما ده اللي بقول لك في الصفقات ولا ايه؟ طبعا هو محتاج شويه وقت لان فيريرا كانت المشكله فيه ايه، نشوف اللعيبه فيريرا كانت المشكله بعض الصفقات هو جابها بعض الصفقات فرضت عليه، فلازم الراجل ده بقى انا مش لازم كم، يعني لو انت معكش تجيب العشرة هات خمسه هات سبعه هات ثلاثه هات اربعه اتكلم في ده. انت بتجيب مثلا 5-6 لعيبه الفتره اللي فتره الانتقالات اللي جايه جامدين جدا بالفلوس اللي معاك المتاحه. لو انت هيجي لك حاجه في شهر، انت بيجي لك في شهر واحد على يناير بقى، انت في يناير بيجي لك لعيبه بتقع منك بتبقى عايز تطلعها اعاره اللي انت جايبهم بفلوس دول، ما انت في بدايه السيزون ممكن تبيع ده للمصري، تبيع ده للاتحاد، تبيع للاسماعيلي، تطلع اعارات وهيجي لك فلوس طبعا. فكل دوت هيجيب لك فلوس، يعني مش لازم تجيب العشرة بليغ في الصيف، ما ده اللي انا بقول عليه. انما انت تبني وانت عارف خطواتك ايه، خد الخطوه السليمه ثم اللي بعدها السليمه، وهات اخر اللي عندك يا استاذ محمد، هات اخر اللي عندك لعيبه خد استفاد منهم. بس اتمنى ان نادي الزمالك لما يجيب صفقات الفلوس اللي هتيجي، الفلوس سواء جت باي طريقه ما تجيش عن طريق بيع نجم من نجوم الفرقه زي امام عاشور. ما تقعدش تفكر بقى انك تمشي زيزو ولا فتوح ولا الونش. لا ما دي انا بكلمك على الاعمده اللي ما ينفعش تمشي. اتفقنا انا وانا في رايي المسلوسه ما يمشيش. طبعا ما عندكش باك رايت. طب كابتن احمد ادي انا بقالي دقيقتين ثلاثه، الاهلي بكره عنده فاركو، بعض الناس شايفه ماتش صعب جدا لانه جاي بعد نشوه انتصارات وفاركو فريق مش سهل، وبعض الناس شايفه ان هو هيبقى استمرار لانتصارات الاهلي، انت شايف ايه؟ انا شايف الماتش صعب، مفيش ماتش في الدوري سهل اولا، ماتش صعب عشان كمان كابتن طارق العشري والاستمراريه اللي عاملها مع فاركو الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس بصراحة. وهو من المدربين المنظمين اللي بيلعب بنفس طريقه لعب باتشيكو اللي تعبت الاهلي في ماتش نهائي الكاس. انت لو عديت للاهلي فرصه في الماتش يعتبر ما فيش فرص في الماتش سواء هنا او هنا، الفرصتين اللي جم لبيراميدز من كورانر كورتير كورانر، ولا هنا فرص ولا هنا فرص في الماتش، الماتش كان رايح جاي زي ما قلنا لك هيوصل لاكسترا تايم، وصل هي يعني ايه، كان الشناوي ما كانش موفق في الفتره، ولا الشناوي ده كان موفق ولا الشناوي ده كان موفق، بس يعني الدنيا مشيت. فانا بقول لك من الماتشات ايوه طب ما هو الشناوي الشناوي انا مش هرد الشناوي الاهدى الكاس الاهلي خد كاس مصر خلاص ايوه انا طب ماشي ما انا بكلمك فمن المدربين لا من المدربين اللي بيضايقوا الفرق الكبيره. هو على فكره هو باتشيكو ضايق الاهلي بس الاهلي فرسه في الاخر، ما
ما انا عارف عامل ايه. ما هو باتشيكو لا في الماتش ده عامل ايه. خلي بالك الفرصتين اللي جم في الاهلي في كابتن احمد هم مش فرصتين. انا شايفهم مش فرصتين اللي هم الاجوال بتاعت الاهلي مش فرصتين الصراحه. امال دول ايه يعني؟ هو الشناوي لو واخد في الجون الثاني ده لو طلع في الوقت الصح او واقف في الجون مش هتيجي جون هيمسكها يعني. لا بس خد بالك اي جون ممكن يعمل زي الشناوي. لا مش اي جون. لا اي جون عنده خبرات وبيلعب بقاله 10 12 سنه مش هيعمل اللي عمله. معلش بس الكوره خادعه برضه خد بالك. هو كان انهي كوره اللي خدعه فيه بتاعت حمدي فتحي؟ خد بالك هو كان عنده امل يمسكها بس الكره سبقته الكره خلاص. انا يعني انا بعد العرض تصرف غلط. لا تصرف غلط. طيب ماشي هو تصرف غلط. انا بقول تصرف غلط يعني اي جون اقصد اي حارس مرمى ممكن يقع في الغلط ده يعني. ممكن يطلع بعد الاولاني يعني صبح ممكن يطلع غلط زي ممكن زي. ايوه ممكن محمد الشناوي بتاع الاهلي. طب ما هو اخطا. ايوه ماشي الشناوي بتاع الاهلي. هو عشان كده بقول لك هنا اخطا وهنا اخطا. بس هنا يعني هنا مشيت وهنا ما مشيتش. فهو الكاس كان عايز الاهلي ووجهه نظر ان الجمهور كسب الاهلي الماتش يعني بعد. لكن مش حسين الشحات ولا كهربا ولا الناس اللي كسرت ولا كسروا الدنيا دي ما عملوش حاجه. انا شايف ان محدش كسر الدنيا في الماتش ولا من هنا ولا من هنا ولا من فرق انقاذ بتاع حسين الشحات. ايوه ماشي. ما هو ما هي ده يستاهل تقول له ذهب. ما انا بقول لك يعني مثلا ولا من هنا حد كسر الدنيا ولا من هنا حد كسر الدنيا والله. هو الماتش يعني الراجل بتاع مسلسل المداح احنا لحد ما الاول انا جه كنا جابت الجولين يعني كنا نايمين الدقيقتين ما خلصوش. طب كنا نايمين والفولت اللي جاب جول. كنا نايمين الفولت. مين اللي جاب الجول؟ الفولت. لا ده ياسر ابراهيم اللي جاب دخلت لوحدها ده كهربهم. طيب الاسماعيلي النهارده كسر الدنيا. يا جماعه انا لازم اختم بكلام صح. الاسماعيلي اولا لازم الاداره اللي فاتت المنصحه تكون ازاي مشيت حمزه الجمل. يعني انا في مدربين بيبقى ليهم بصمه وهو كان خاتم الموسم اللي فات انقذ الاسماعيلي وبعدين مشي بشكل غريب جدا وقعدت تقاوم رجعت حمزه الجمل كانه معاه عصايه سحريه في كيمياء مش كده. طبعا انا شايف ان هو ماشي بشكل كويس جدا. ترى عدد جمع البنات اللي جمعها في الماتشات اللي فاتت دي بنات الاسماعيلي اكتر من البنات اللي جمعها ميدو في السبع تمن او ده بقى ال 14 يا كابتن كان الاخير. ما انا بكلمك هو خد اخر ماتشات ده خد 8 بونت تقريبا من داخل على المنطقه الدافعه من الاربع ماتشات اللي فاتوا. فماشي بشكل كويس الصراحه جدا. بتمنى لهم مبروك طبعا لجمهور الاسماعيلي. طبعا بتمنى لهم التوفيق. تحب تقول حاجه للاسماعيلي؟ ده انا اقول انه الكابتن يعني النهارده كان الفارس النهارده اللي اعتبر مش فراس اللي هو جاب الثلاث اهداف بصراحه كان مطلق. لكن الفارس الكابتن فراس شوط هاتريك. طبعا النهارده هاتريك بس الكابتن كمان. الفارس النهارده واللي استحق التحيه الكابتن حمزه الجمال لانه الكابتن حمزه اتعامل بهدوء وركز على الناحيه الفنيه عكس الكابتن ميدو اللي هو كان تركيزه على الشو الاعلامي اكتر من الناحيه الفنيه. معلش لا اقول وجهه نظري تحمل امور اداريه وامور فلوس لعيبه ودخل ما ده ما كانش يخصه. ما هو كده صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثه ايه معلش ميدو ابتعد عن الناحيه الفنيه. ميدو ابتعد عن الناحيه الفنيه. الكابتن حمزه الجمل راجل دوره كمدير فني معلش مع المنصح ونجح هو كان مع المنصح هيكون الظروف غير دلوقتي المجلس الجديد عمل شوت. بس ميدو كان مع المنصح كان مضطر يدخل في حاجات كتيره جدا مش دوره يعني عشان يلم الفرق يا راجل. في الانتقالات كانت ناس بتمشي وناس بتقعد مش دوره. طيب خلاص احنا كده لازم نختم. قبل ما اختم انا بس عايز اوجه التهنئه في الاسبوع ده في الدوري لثلاث مدربين. علي ماهر اللي قدر مع فيوتشر يقفز لقمه الدوري وده حاجه يعني انجاز كبير جدا يحسب له. كابتن حمزه الجمل طبعا. كابتن مدحت عبد الهادي اللي اتحمل مسؤوليه في وقت صعب جدا جدا وقعد يروح للزمالك فقط في مبارتين بست نقاط. كابتن احمد عيد عبد الملك شرفتنا ونورتنا حبيبي يا استاذ محمد. مبروك لفوز الزمالك يا عم. الله يبارك فيك. اخيرا باركت لك بس طبيعي ما انت مبارك لي الماتش اللي فات. طبيعي انا بطل الدوري سنتين ورا بعض. كام خساره السنه دي؟ ده سته. بقول لك الطبيعي بطل الدوري سنتين ورا بعض. هزام ده الطبيعي عادي بتاع ده وارد. الطبيعي وارد ان البطل يقع بتاخد سنتين ورا بعض دوري وتقع عادي. ده الكلام اللي في صالح الميلان واخد الدوري السنه اللي فاتت السنه دي الرابع عادي. هو لسه مانشستر سيتي بطل الدوري السنه اللي فاتت ماشي. ليفربول كان بينافس جدا. استاذ بليغ ابو عاد تحليلنا بليغ مش هيسكت. اشكرك يا استاذ بليغ. شكرا جزيلا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره اجازه الجمعه ماتش الاهلي وفاركو. ما تنسوش الساعه 9 وربع غدا باذن الله. يوم السبت اجازه لحد في تمام 11 مساء اذا كان لنا عمر مشيئه الله. حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.